قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني بزيارة إلى سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ممثل صاحب السمو أمير دولة الكويت وولي العهد في مقر إقامته في مدينة جدة، وذلك بمناسبة مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد نيابة عن جلالة الملك المعظم في اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته لسموه بمفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التطور والرفعة. فيما رحب سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بسمو الشيخ ناصر بن حمد وأبلغه بنقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة الكويت إلى أخيه جلالة الملك المعظم ولمملكة البحرين ولشعبها دوام التقدم والازدهار. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأواصر العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تشهد نموا مستمرا في كافة المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. كما تناول اللقاء القضايا المطروحة على اللقاء التشاوري الخليجي والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لترسيخ التعاون والترابط الأخوي بين دول مجلس التعاون الشقيقة وتعزيز الشراكة الوطيدة مع دول آسيا الوسطى.